الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الواد ده والمشجع البغادي قال منو فصلوا من أنصار السنة؟ أنا فصلوني. ما قلت ده زول فصله صح؟ ما تكورك يا واد، ما تكورك، ما تكورك، ما تبقى زي الصوفي بكورك بتجغم. أنا فصلوني، كنت ماسك مسجد في مبدة الحارة 18 إمام بتاع جمعة، تخيل، فهمت؟ مسجد شفاء العليل، فهمت كلامي؟ عملوا كام محاضرة فيها الشيخ أبو زيد بتاعك مع الدكتور محمد عبد الكريم السروري زايد على الدين الزاكي، بيتكلموا عن الشيعة، وأنا اتكلمت عن الجماعة دي، قلت لهم أنتوا خليتوا الصوفية وقبلتوا على الشيعة، لأنه الشيعة في السودان ما في شيعة، شيعة ما في، فهمت؟ الصوفي لما تتكلم فيه بتحصل خنقة وعكاكيز بتدور، وأنصار سنة ما بيقدروا الكلام ده. قلت لهم أنتوا تتكلموا في الصوفية. الجماعة بعد ثاني يوم ضربوا لي تليفون. طبعا نحن جبنا زول جديد، الجامع ده امامه جاء وما عنده اصلا، ما عنده امام اصلا، فهمت؟ قال لي امامه جاء، لقط له واحد كده من وين، فهمت كلامي؟ جابوا دخلوا. دي الفصله الاولى، قبليها كان في فصله برضه، قلت لك فصلوا ده كثير خلاص، ما فصلوا، لا بيفصلوا، فهمت؟ وانت ذاتك لو قعدت تجينا كثير بيفصلوك، عامل حسابك، بتجينا كثير بيفصلوك برضه، فهمت كلامي؟ في كليه العلوم جامعه الخرطوم كنا شغالين حلقه، شلة بتاعت عطاء الأنصار سنة، خليني من أسمائهم، كنا شغالين حلقة، وكنت أنا بجي بتكلم أنا وكدك، بتكلم في الصوفية والعلمانيين وبتاع، وطبعا بتكلم بلمس أحبتي في الله، ودلعت على أحبتي شنو يا أخي، فهمت؟ أنا جيت بتكلم الحلقة الجاية، قال لي الحلقة دي أجلها يوم الاثنين، جيت يوم الاثنين لقيت الحلقة ما اشتغلت الثلاث، الأسبوع الجاي جيت الثلاث لقيتها الاثنين، فهمت كلامي؟ ده الأنصار سنة تقول لي ما بيفصلوا؟ انت ذاتك بس ما تجي تاني، ولا اقعد ورا، لو شافوك هنا بعمل لك برا، فرصه مفتوحه للحوار والنقاش. لا لا ما بيخش هنا، هنا من دخل امن ومن خرج اتجغم. اللي بيقول الديو يخش ذاته. تعال تفضل تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما دام انت اصلا قلت اخر استفسار، فانا حبيت انه يكون انت كنت بتحكوا عن التوحيد، كنت بتحكوا عن التوحيد يعني، فالمهم هسه زي ما هو ملاحظ اليوم في السودان يعني في الاماكن اللي برا وكده يعني اغلبيه الصوفيه هي متفشيه هناك وكده، ولاحظت انه الناس نسبه العميه فيهم كثيره، نسبه العميه فيهم كثيره، والمهم يعني ايه رايكم مثلا انه في ناس الصوفيه اصلا شنو يعني ارتكزت في عقولهم كده، وفي ناس مثلا زي جدودنا الكبار وكده، فواحد ما بيقبل حتى انك شنو مثلا يناقشوا في شيخ معين ولا تشتموا له ولا تدوا وجه نظرك فيه جمله وتفصيلا، فهل فانتوا رايكم شنو مثلا في كونكم تدوا مثلا فكره مبدئيه يعني شباب ديل في كون يمشي يناقشوا الناس زي ديل مثلا ويغيروا من الافكار دي، ولا كيف رايكم مثلا في تغيير الافكار دي؟ وطبعا اذا سكت اهل الحق عن الحق ظن اهل الجهل انهم شنو؟ على حق. فغيرت ده سؤالي يعني، شكرا لكم كثير لحسن الاستماع. جزاك الله خير. طيب انت الناس الكبار دي طبعا في ناس الصاموله بتاعتهم بيكون صدت، فانت تقوم تستخدم اساليب ظريفه جدا بالذات مع ابوك وامك والناس الكبار ديل، ما تجغمهم زي الجغم بتاعنا لسه ده، فهمت؟ داك تقول له البرعي بيلحقك بعكاز، كباشي بيديك بنيه براحه براحه، شو تديه فهمت؟ جاز بنزين تنظف السكن، تنظف الصدى، بعد داك ان شاء الله بيتحلى معك. ما اصبر بس اصبر عليه وابوك امك، فهمت؟ بالتي هي احسن، الناس بتفهم الدعوه، فهمت كلامي؟ وجزاك الله خير ان شاء الله عز وجل. والرساله لبقيه الاحزاب، المنبر ده ان شاء الله ده منبر مسكول، ده اول واحد. المنبر الجاي اي شفت كوز علماني قليل ادب، فهمت؟ مؤتمر طلاب مستغلين، جبهه ديمقراطيه، جيمدالات، فهمت؟ شيوعيين، كفار، صوفيه، كلهم حزب البهجه والمسره، اي عاطل عنده راي في الدين اللي يجي هنا. تعال جاهز. اوعد كورك من برا قاعد. ادو فرصه، ما تجي انت مالك تتغير، تعال علماني ولا غيره، ادو فرصه
ما كان لا ما كان تعالي تدا انا هناك عايزين لك انت يا علماني ابصلعه ويا بصفك عايزين لك انت ده عشان نطرشك صفتك دي انت كلامي انا عارف في واحد مرض بعرف وانا بسمعهم قاعدين ورا انت اصلا بيقعدوا ورا وخليك ورا كده خليك ورا ما بتقدر تجي قدام ما بتقدر العينك ما العينك يا حزب المستغلين ما بتقدر لا بالعلم تقدر تيجي تقول كلام هنا ولا بيدك ان شاء الله عز وجل ما بتقدر تعمل حاجه انت ولهم كلام فارغ ساكت بعدين كده يا طلبه اي كوز اي حزب لاقاك بكورك انت الجماعه دي اليوم امبارح بس قول لها اسمع رقمك كم شيل رقم اللي اربع جاي دق على تليفون الصباح اسمع الليله الاربع تعال وصف لك الغرب جيبوا هنا طوالي اقبضوا من اضان وجيبوا هنا ان شاء الله عز وجل بنعمل له فرمته وبنركب له ويندوز جديد ان شاء الله بيشتغل انت كلامي جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله.